ما قدرت أقول شيء قدام أمك. كنت ناوي أخلص على هداك الرجال بس انسي بنتي. إذا أمك عرفت شو الحقيقة وقتها رح يوقف قلبها المسكينة، خاصة كنان وقتها رح يجن وممكن يرتكب مجزرة. الموضوع مو سهل بس هذا امتحان من ربنا، لازم نسكت مشان أمك وكنان. ابكي يا بنتي ابكي ابكي لترتاحي وطلعي الهم يلي جواتك. ما فينا نعمل شي غير نوافق على الزواج، ما عنا خيار. تصبحي على خير. وانت من اهله بابا. يا روحي سامحني. ألف مبروك بنتي، عرسك اليوم المساء. ما كنت بعرف. العريس عم بيجهز كل الأمور بس العروس ما عندها علم بأي شيء. شو هالسرعة يا بنت؟ شو؟ قلت لك يا أمي ما كنت بعرف، كان مخبرني إنه رح يساوي العرس بهاليومين. بنفس يوم عرسك على كنان. مبارح قلت قدام فورال إنه اليوم عرسك على كنان، سواها عن قصد، اختار هذا اليوم عن قصد. طلعي فيني، أنا عن جد أخلقي من هالموضوع. قولي الحقيقة، أبوكي إله علاقة بهالزواج؟ هو اللي جبرك؟ لا ما إله علاقة. وقفي لشوف شو هذا اللي بإيدك؟ ولا شي. مو هذا ألبوم صورك أنت وكنان؟ ليش كنتي عم بتشوفي الصور؟ ما كنت عم شوفهم بس كنت عم فكر إنه أبعت ألبوم هالصور لكنان. طيب مثل ما بدك، استني. يلا خلينا نحرق كل هالصور. انتي ما بتحبي مو هيك؟ يلا. امي بلا تخبيص. ليش؟ شو بدك لسه بهالصور؟ حرقيهم يلا. طالما حرقتيه بقلبك فحرق الصور. يلا حرقيهم يلا.
خدي يلا حرقيهن. كل شي بيصير رماد بحركة وحدة منك، اعمليها. طالما طلعتي كنان من جوات قلبك فيكي تحرقي هالصور بسهولة، مو هيك؟ يلا حرقيهن حرقيهن. يا ترى صدقتيني؟ قولي صار اللي بدك اياه هلا. كنان انتهى يا امي وما عاد موجود بحياتي. أخي أحمد، ليش هيك يا عزال؟ ليش هيك سويتي؟ أنا كنت أقول للكل إنه هالبنت كتير بتحب أخي وبتعشقه موت، وحبه إله وعشقه إله حقيقيين. صدقيني ما شكيت بحبك إله ولو للحظة واحدة، وما كنت متخيل إنك رح تعملي هالشي. أنت مو بس حرقتي كنان، حرقتي لي إيماني اتجاه الإنسانية والصداقة، تجاه الحب والعشق. أنا لساتني بتذكر القسم يلي قسمتوه لبعضكن قبل سنة، مو هيك؟ إيه من سنة. أنا كنت واقف بالصدفة وسمعت كلامكن، يعني مو بقصدي. تعرفي أنا غرت منكم وقلت لحالي في وحدة رح تحبني لهالدرجة بشي يوم. انتي قلتي له لكنان لو بدي موت ما بتركك، وقلتي له مستحيل تطلعي بحدا غيره. بس انتي لساتك عايشة، تركتي اخي مقتول وروحه عم تحترق. انتي متي بعيوني ومتي كمان بعيونه. صحيح انتي عايشة هلا، بس متي بالنسبة إلنا. ما إلك وجود. عن جد يا أسفي عليكي.
هازال؟ انتي شو عم تساوي هون؟ انا بس اجيت هيك وكنت رايحة، عم يستنوني بالبيت. لا استني، يلي جابنا لهون نفس السبب، وانتي بتعرفي. قولي شبكي، بعرف انك عم تخبي شي، قولي خبريني شوفي. حكينا بهالموضوع كنان، انفصلنا وانتهى كل شيء. طلعي فيني. خلص اتركني بدي امشي. انتي ما بتهتمي بالمصاري بنو، انتي مو من هالنوع، كل المصاري ما بتهمك. قولي لي شو مشكلتك؟ أنا متأكد إنه صاير شيء وأنتي عم تخبيه عني. أنا قلت لك كل شيء عندي، ما رح أقدر ساويها. فكرت إنه فيني وإنه رح أتجاهل الوضع، توقعت إني رح أقدر أتأقلم مع وضعك، بس طلعت غلطانة والحقيقة كتير مليت من هون ومن هالحارة ومن هي الحياة. ما فيني ساويها وما عاد أقدر أتحمل عيش هون. انتي عم تكذبي. اذا استمريت بهي اللعبة فوقتها بكون عم بكذب. كل يلي عم حس فيه تجاهك احترق، انتهى. سهل تقول انتهى، بس نحنا اللي بيننا ما بينتهى بسهولة. نحنا منحب بعض هازال، لولا حبنا وعشقنا شو كان في طعمة لحياتنا؟ نحنا تعهدنا نموت سوا. بعدين مو انتي قلتيلي اذا قلبي تخلى عنك شي يوم بشيله من صدري وبرميه؟ اه شو تغير؟ شو صار هذا؟ ما صار شيء، انفصلنا وانتهينا. ما عم صدق، ما عم بقدر صدق. طالما انت هون وطالما انت قدامي وطالما اللولية السودا برقبتي، فمستحيل صدق اللي عم تقولي. ارتحت؟ صدقتني؟ تأكدت هلأ؟ نحن انتهينا كنان.
هزال، تعالي على الجنينة دقيقة. هلأ ما فيني إبرو، طلعي. كيف يعني ما فيكي؟ الرجال عم يستنوكي عند الباب. يلا جهزي حالك، لازم تطلعي على الجنينة. لا تضلوا واقفين هيك، تفضلوا عدوا لنضيفكم شاي أو قهوة. شكرا سيد خليل، ما بدنا شي، يسلموا. شوفي ليش اجيتوا؟ اجينا لتجربي فستان للعرس، الأنسة بتكون المصممة الخاصة بشركتنا. مرحبا يا حلوة، بصراحة كتير عجبني مقاس جسمك، انت بتجنني، رح يلبق لك فستان العرس. كيف لكان؟ بنتنا هزال أحلى بنت بالعالم، مو هيك ملك؟ أنا جبت لك معي موديلين ثلاثة، طبعاً إحنا رح نجربهم بعد شوي وبتخبرينا على اللي بيعجبك لنساوي التعديلات الأخيرة. يا ربي شو هاد؟ مثل ما عم تشوفي نحن جبنا لك مجموعة كبيرة من الخواتم، إذا ما عجبك شي منهم قولي الموديل لحتى نصمم لك يا فورا. هدول مشانكم سيد خليل. استنى شوي، شوفي بهالظرف. فورال بيك بعتلكم هالمصاري مشان إذا احتجتوا شي للعرس. الشي الوحيد اللي نحن محتاجينه هو الرجولة، بس مو مبينة لا فيكن ولا بمديركن. حط المصاري بجيبتك وبترجعن لمديرك لما تروح، لا تنسى توصل له سلامنا. ملك خليل، شو رأيك نفوت لجوا هلأ مشان تجربي فساتين العرس؟ انتي عطيني هدول؟ هون فستان العرس؟ ايه، ولسه باقي الموديلات موجودين بالسيارة. هاد بكفي، بعده هيك؟ هزال تعالي معي. برأيي الأفضل تعطيني هداك الظرف، ولا بيكون عيب تجاه العريس، مو هيك؟ طلعي واحد رح تلبسي لكينان والفستان الثاني لفورال، جنب مين رح تتخيلي حالك عروس؟ يلا طلعي منيح بنتي. مين الرجال اللي بتتمني تمشي انتي وياه بنفس الطريق؟ الرجال اللي بدك اياه يكون صديقك وزوجك وحبيبك ورفيق دربك. كوني عروسته يا بنتي، وإلا ما بتكون هالفساتين لعرسك، بتكون كفنك، كل يوم رح تموتي. اسمعي صوت قلبك يا بنتي، خلص بكفي هيك. برأيي لازم ضيقوا شوي من عند الخصر، مو هيك؟ وهون كمان رح نضيف له شوية حركات كمان. ماشي، هون رح تساوي بهي كتير كمان. حلو. وهون كمان. ايه ماشي، رح تكوني أحلى عروس.
هزال، بكفي حزن بقى لو سمحتي. أنا بعرف أنه صعب عليكي، حتى مبين أنك لبستي فستان العرس وكأنه كفنك، بس أنتي مجبورة تكوني قوية مشان كنان. أوعك تنسي. هزال اتركي هاللؤلؤة السودا. بموت وما بتركها. طيب ماشي مثل ما بدك، بس إذا ما تخلصت من هاللؤلؤة السودا رح يكون صعب تنسي الماضي. نسيانه مو صعب بالنسبة إلي، مستحيل. هزال بكفي لو سمحتي، لا عاد تحكي بالموضوع. صدقيني حبيبتي انتي ساويتي الصح مشان كنان. هالتضحية يلي قدمتيها رح تنذكر بقصص الحب، والأشخاص اللي بيحبوا مثلك نادرين. بس طالما قدمتي هالتضحية الكبيرة، من واجبك انه ما تتراجعي عنها. لا تدمري كل شي بلحظة ضعف، وإلا كنان ممكن يموت. هزال يلا افتحي الباب، اطلعي لبرا. يلا اطلعي لبرا، لازم نحكي. هزال تعالي لعندي، نحن لازم نحكي. روح كنان، انا ما فيني اتحمل. كيف يعني ما فيكي؟ هزال انت مجبوره تساويها. هزال اطلعي وقولي له انه ما عاد بدك اياه. اذا سمع هالكلام منك وقتها بيروح. الحق على خلقك كنان. شو في؟ بترجاكي نادينا خليها تجي لهون. طول بالك واهدى. خليها تجي، انا بدي احكي معها. يلا امي ناديلها بسرعه. هزال انا عم لك، اطلعي لبرا. وين انتي؟ تعالي لهون، بدي احكي معك لاخر مره. يلا اطلعي لبرا. انا ما فيني اطلع واحكي معه، اذا وقفت قدامه انا لابسه فستان العرس. هزال كاني قتلته. اطلعي لبرا، ما فيني اعمل هيك شيء. لازم تعمليها. هزال ما رح يكون أسوأ بالنسبة لكنان إلا إذا قتل وانفنى بالحبوس. على فرض خبرتي الحقيقة وقلتي له شو صار معك، هزال اطلعي لبرا. وقتها رح يروح ويقتل فورال ورح يفوت على الحبس، وانتي رح تستني لنقول طلع واجتمعتوا سوا. انتي بتظني إنه كل شي رح يرجع مثل أول؟ لازم نحكي لآخر مرة، اطلعي هزال. بتتوقعي كنان ما رح يضل يتذكر إنك كنتي لواحد غيره؟ هزال يلا اطلعي. وانه في شخص تاني وسخ لك شرفك؟ انا ما كنت لحدا غير كنان يا ابرو، هداك الواطي الحقير هو اغتصبني. انتي مفكرة هالشي كتير بيفرق مع الرجال؟ بالنهاية توسخ شرفك. في رجال بيقبل بمرة شرفة توسخ؟ وخاصة كنان؟ هزال اطلعي لبرا. هزال اختي حبيبة قلبي، هذا افضل حل. بدنا نحكي لآخر مرة. طلعي طلعي قولي له لكنان كل شي، قولي إنه ما عاد بدك إياه. هزال ممكن تحترق روحه ويتعذب لسنة أو سنتين. يلا اطلعي لبرا. بس بعدين رح يروح بطريقه. عمل لك اطلعي هزال، أحسن ما يضل عم يتعذب طول حياته بالحبس. هزال خليه يحترق هلأ أحسن. بدنا نحكي لآخر مرة. ما رح تعمليها مشان حالك. دعي لعندي هزال. مشان كنان. أنا عم بستناكي هزال. اتفقنا. هزال وين انتي؟ هزال يلا اطلعي، بدنا نحكي. مالي رايح لأحكي معك. ابني اهدى شوي، ممكن آخرة هالجنان تصير مصيبة كبيرة. طول بالك، إذا ضروري تحكوا مع بعض لازم تحكوا بهدوء. ما عاد في أي هدوء أمي ملك،
خليها تجي لعندي، بدنا نحكي لآخر مرة. وينك هازال؟ هازال تعالي لهون. ليش اجيت؟ اجيت لشوف وشك الحقيقي. وهي شفته، ما ضل اي حكي بيناتنا. لسه في كتير شغلات نحكيها. انا كتبتها كلياتها جوات راسي واجيت. اجيت لفضي كرهي وغضبي. هذا الفستان يلي لابستي، هذا الأبيض فستان عرس بالنسبة إليك، بس يا ترى تعرفي شو بالنسبة إلي؟ آه تعرفي شو هو؟ كفن، كفن. أنتي لفيتينا، لفيتينا بهالكفن، لفيتينا بهالكفن ودفنتينا. أنا قلت لك كل شي انتهى وما فهمت. أنت اللي ما فهمتيني أو ما بدك تفهمي. لك أنا مشانك فرشت عمري قدامك، لك أنا عطيتك روحي وقلبي. تعرفي شو بتمنى منك؟ هلأ بالرغم من كل شي بس لو بتطلعي بعيوني وتقلي لي انك ما حتتزوجي، وتقلي لي انك بتحبيني، قولي انا بحبك يا كينا، قلي لي هنن اجبروني على هذا الزواج وانا فورا رح صدقك وحانسى كل شي صار. رح صدقك هذا. نحن يا كينا فهم بقى شو رح يصير لما نتزوج. امي ضيعت عمرها وهي عم تنظف المحار، وانا كنت رح ضيع عمري بتنظيف السمك. يا أما بتخلى عن حياتي ومستقبلي أو بتخلى عنك كينا. لهذا السبب تخليت عنك، تركني بحالي بقى، هذا الأفضل. أنت الوحيدة اللي حبيتها بهالدنيا وكنت مستعد ضل حبك لحتى أموت. بس من اليوم ورايح كرهي وحقدي وغضبي
رح يقتلوا هالحب يا هزال، رح يقتلوا ورح أدفنه. ويكون بعلمي الرصاصة اللي أوصيها اجيت هون بنص قلبي، ورب العالمين يشهد علي قسما بالله يا هازال، قبل ما تبرد هالنار يلي بقلبي ما رح موت. لا تعملي هيك، لا تعمليها، لا تحرقي روحك انتي وكنان. بعرف انتي قديش بتحبي لكنان وارواحكم متعلقة ببعض، لا تتخلي عن هالحب. أهلين وسهلين فورال بيك. أهلين فيكي. هزال جاهزة؟ جاهزة، رح خبرها فوراً إنك إجيت. هزال إجا فورال. هزال بنتي، بترجاكي لا تعمليها. يلا بخاطرك يا أمي.